بزاف. قال لي معنى كاع سمعتي معنى تاع المستهلك معنى عليه الناس الله يحسن عوانهم كل شيء غالي وزادهم حتى العيد غالي ولا قوة لا قوة بالله الناس ما حاسبينش هذا الحساب الناس يقولوا شي زيادة فيها 300 درهم حتى 500 نادا زيادة سعره خويا 2000 درهم 2500 درهم اللي تزادت في داكشي الغليظ والاخر 3000 درهم 30000 من تحت من الخروفة إلى الخروفة فلت فيها 1000 درهم على ذاك العام 1500 درهم على ذاك العام وكثير هادشي الناس راه أنا تنشوف الناس دابا تيجيو مسكين تيطل وتيمشي تيطل وتيمشي داكشي اللي عندهم ما شراليش حاسب ديك الساعة راسو 5000 درهم ماشي أي أي 5000 درهم كثيرة دابا راه يمشي يشتي يقول لك 5000 درهم 5000 درهم خروف هادشي الكتيبة وكاين دابا هاد الشيء اللي تيوقع للبهايم تا هو تيغليها دا عوجة لي رجليه دا خرجت لي شي حبة هذاك هذا هذاك هو غادي دابا عند الراد 100 كيخرج ليه 20 ديشي ما يمكنش يخسر فيهم كيدير فوا على كل شيء فهمتي تيحسب شحال شرا وشحال باع وشحال باع وشحال باع وهادشي الناس بداو تيعياو منه كسابة تيعياو منه والله إلا واحد السيد صاحبي إلا كيبيع شحال الغنم ويقول لي أنا هاد العام هو الآخر دابا العيد إلا طلع تبيع أنت باش بيتي إلا هبطي يشريو منك باش هو وبهيم العيد إلا بقات عندكم ما بعتيهاش كلها خسارة فهمتيني كترجع بالنص عام آخر ثاني بالنص لا الخروف إلا كتبيعو ب 140 غادي يجيب لكم ورا العيد 140 أنا ما يجيبهاش لك ولا كاع سميتي يقول لك خروف غليظ والبهايم قلال السكسيبه قليله قليله هاد العام العلف ماشي غالي كاع بزاف التبن هو اللي داز غالي ما العلفش باش ما كاين التبن والكسيبه من المشرى كاين الغلا ودابا البهيمه لا تدي الدواء راه الا ما بقيتي كداوي تولي لك كلها حب ما تبيع فيها والو كيداوي ب 1000 درهم في الوجبه ولا 1000 درهم 1000 درهم 1000 درهم 1000 درهم كيبغي لا 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 30 40 ما والو خروفه مليحه ما تلقاها في 30 ما تلقاها حتى ب 40 خروفه الخروفه واش جيب 50 ب 40 ما فيه والو لا تلتي راه بحال قنيونه شبيه شبيه ياكل هو ولا ولاد ولا ما كاين ما ياكل الناس ما الفلوس ما بقات دارت لهم والو هاد الشيء ما عادش والله الا جيب 50000 جيب 50000 40000 كان بشحال كان اي ب 6000 5000 تيديروا الناس يفوق شبعه تيشري خروف تيقول لك راه عندي واحد في الدار ما تياكلش فيه السكر تيشري ليه جيب ب 7000 ولا 8 ياسين انت دابا شري جيب لا لا خويا غلا هادشي دابا كاينين البوادي الناس هاد الدواور مشويه راه ما بقات فيهم بهيمه هما خاصهم باش يضحيو دروك يلا البلايص اللي فيها الماء والفصا وتيحرطوا كلاص وتيحرطوا المزقون هما اللي عندهم البهايم هما البوراش فيه والو الناس كاع ما لقاو ما ياكلوا هما عاد اش ياكلوا البهايم كيجي بها يبيعها وصافي لا عنده ثلاثه ولاد ولا اربعه كيدخلهم للمدينه يخدموا وصافي تيتفق مع داكشي اش بيه خويا الاثمنه في الكوري عندك شحال تقريبا وا من 4000 حتى 7500 8000 قليله هادشي اللي عطا الله هادشي اللي عطا الله الجفاف جفاف الجفاف هو السبب ديال كلشي الشيء اللي كنت الخير موجود راه البهايم حتى هما يوجدوا ما يمكنش يقعدوا الناس بلا بهايم واش دابا المسكين الفلاح داك الكساب يوكل الدراري ويوكل البهايم وشنو وكلشي غلا دابا راه اللي حولك يخنشا حطها تيقول لك ارى ما تيغليش تي الكساب الا طاح عليه رخيص يبيع رخا تيهرسوا الاخر ماشي الكساب ما عمرو تيقول لك الكساب اش بيغليه لا ما كسب ما تيغلي ما والو لا شري الرخا يبيع الرخا الا تبي الغلا اش بيتي ليه راه قلت لك هذا هو السبب الكسيبه قليله ولا تيخل فيها الاعطاب ماشي تيخر شي عواش شي كذا شي فيه الحب تيخسر فيه داك ديال الخروف ديال 150000 كيبيعو ب 60000 ولا ب 70 ها هو ضاع مسكين هو شاري كسيبه ب 57 ولا ب 50 من اول عام راه الناس شراو تيشريو دابا الكسيب هاد العام الجاي الا هو تيحط مسكين الا جاب الله الشتاء والربيع كتخف عليه شويه الا ما جابش الله كيبقى يوكلها العام كله شحال جهده ما تاكل شحال كيبدا معاه بشوي 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 وغادي يوقع طلع
ملي كيقرب ملي كيقرب العيد تبقى شهرين ولا شهور ما كاينين الماكلة المعقول 2000 درهم 3000 درهم 4000 درهم في النهار في السيمانة ولا هذاك الشيء ولا في النهار تاكلي 1000 درهم إلا خرب ولا جاب لي الله دابا وكل شيء غالي كل شيء غالي الترانسبور غالي مول الكاميو كيقول لك كنتي كتهتي ب 600 درهم دابا قال لك ولا 3000 درهم ما قنعتوش كل شيء غلا قال لك والخدام غالي ومالي انا الصراط والهدي لا كل شيء غلا السبب هو الجفاف سمعتي والناس راه مكرفسين راه مكرفسين هادو الناس دابا اللي الناس المواطنين اللي بايض حيو راه مكرفسين اكثر دمتو راه داك الشيء اللي عندهم ما شرا لهم والو اي الناس اللي باغي يجيو يشوفوا الكسيبه وداك الشيء حتى اللي ما شرا يتنزه سمعتي باغي يجي لدوار الظلام ملاعب السفينه باغي يدوز من قدام ملاعب السفينه تيخليها على اليسر وكيجي ديريكت كيلقى البلايك فيهم بائع الخروف بائع الخروف حتى كيوصل للباب الكبير صافي ولا سميتو ولا باغي يدير سميتك راه تيدخل ديك مزرعة بن ميلود وتيدير نمرة التليفون كيجيبو التليفون انا واخا ما تعرف داكشي كي تيوقف في الباب